عايلة لا تسألين، كلهم خذتهم كربلاء لا تسألين، يم القمر على العايلة لا تسألين، كلهم خذتهم كلهم خذتهم كربلاء. ما ينحكي العاشر نار وضمى وحافر، ما ينحكي العاشر نار وضمى. شحكي يا حسين شحكي عن حالك، جواب جواب غاتي خويا. حال الضعن شاحتي يا خويا برجعتي، حلوة عالجسم عالجسم المؤذر. خادم خادم لخادم أبي عبد الله الموفق مصطفى الشافعي. يا حسين شلون بي لما نرجع للمدينة، من تجين أم البنين تقل أبو السجاد وين، راح اقلها حسين ميت ما اقلها موذرين. Thank you.
تحية لباب الإمام الحسين عليه السلام أبي الفضل العباس، أفلح من صلى على محمد وآل محمد. تحية لصاحبة الخدر بطلة الطف عقيلة الطالبيين الثانية بأرفع أصواتكم. الثالثة تعجيلا لظهور أمل الأمة، أمل الأنبياء، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على رزيتنا مصيبتنا بالإمام الحسين، الحمد لله على نعمة كل سورة وآية، الحمد لله على نعمة الولاية. ثم الصلاة والسلام على شفيع الذنوب حبيب القلوب المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الشهداء الأكرمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخي الحسين قمر العشيرة وعلى أخته الطاهرة العقيلة. أيها المعزون، أيها الموالون، يا زوار أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا الرحاب العاشورائي الأليم، حيث إننا نلتقي وبكفنا دمعة على الحسين على العترة، وباليد الأخرى آية من القرآن الكريم. نعم أيها الأحبة، جئنا من محافظات بلادنا ونحن نحمل راية اتحاد القرآنيين في العراق لنجدد، لنؤكد تلك العلاقة الوثيقة بين الحسين عليه السلام والقرآن الكريم. أليس الرسول من أوصى أخيرا إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. يا سيدي يا رسول الله، جئنا لنلتزم، لنؤكد على التزامنا بهذه الوصية. لبيك يا رسول الله. أعظم الله لكم الأجر أيها القرآنيون جميعاً، وأنتم تجتمعون من محافظات بلادنا العراق هنا لتجددوا العهد وللسنة السادسة على التوالي، فطوبى لكم ومرحى لكم وهنيئاً لكم إذ تزاحمون الملائكة في رحاب أبي عبد الله الحسين. أليس القول الموتور يقول: من أراد، من زار الحسين كمن زار الله في عرشه؟ فأي عظمة تلك! الحسين والقرآن تاريخياً ماذا؟ غض طري الحسين والقرآن غض طري. جغرافياً الحسين والقرآن برحاب عرش الله. وماذا بعد؟ وفي ميدان الفيزياء الحسين والقرآن لهما انطلاق وليس لهما نهاية. الحسين ذلكم الذي فسر القرآن بدمه ليؤكد على ضرورة حكم الدين للعالم وللمجتمع، الذي قال: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا تريد يا أبا عبد الله؟ أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نعم، ولأجل هذا، ولهذا فليعمل العاملون. الحسين ذلكم الذي رتل تلكم الآية وجعلنا
من الماء كل شيء حي. فرقوا بين الحسين والماء، فأين الحسين وأين الماء؟ ها هو الحسين يزداد يوما بعد يوما رواعا، إذ يشرب منه الأحرار، إذ يشرب منه المؤمنون. إليك يا سيدي يا أبا عبد الله هذه أدمعنا، هذه قلوبنا، هذه صدورنا يا سيدي. أتينا لنجدد العهد، فخذ منا هذه النداءات بحناجر الولاء. لبيك يا حسين. أحسنتم، ذلكم الحسين الذي أراد الأعداء أن يفرق بينه وبين القرآن، وأبى الحسين إلا أن يكون رأس ويرتل القرآن. فأي علاقة تلك بين القرآن والحسين؟ نرتحل بكلنا نعزي صاحب العزاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا سيدي يا أبا صالح، هذه القلوب يتملكها الشوق، يحدوها الحب إليك يا سيدي، لطلتك، لدولتك، لعدالتك. فخذ منا نداءات المظلومين والمستضعفين في العالم. لبيك يا مهدي. أحسنتم. والنداء الآخر لسيدة العزاء التي تحضر في أذيال عزاواتنا، السيدة الزهراء، السيدة الزهراء سلام الله عليها. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. إيه أعلى. أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. أحسنتم. الرحلة إلى ميدان القرآن الكريم، ميدان دستور الحسين، مع تلاوة طيبة يرتلها بيننا قارئ اتحاد القرآنيين في العراق، قارئ ومؤذن مسجد الكوفة المعظم، الأستاذ علاء الصادق. حيوه بالصلوات العاليات بأعلى الأصوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا رب ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم الذين قالوا ربنا
استقاموا. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. جزى الله قارئنا خيرا وشكرا له شكرا على طيب هذا البدء. الأستاذ علاء الصادق حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. هذه ليست نبرتكم، أريد صلوات بطبقة الجواب الجواب. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. استذكاراً لتضحيات شهدائنا شهداء المقدسات
شهداء فتوى الدفاع الكفائي، أولئكم الشبيبة إنهم خير الشباب. دعونا نهدي لهم ثواب قراءتنا لسورة الفاتحة المباركة مزفوفة بالصلاة على محمد وآل محمد. على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبلها الله منكم وأوصلها إليهم بجزيل فضله وثوابه، وصلاً بأصل الإمامة لا بد أن ننادي بتلكم البوصلة التي تأخذنا إلى ميدان الإمامة، إلى ميدان العدل والتوحيد والنبوة، تلكم المرجعية الصالحة. نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية. أحسنتم، بارك الله بكم. وصل بنا المقام إلى ميدان كلمة رئيس اتحاد القرآنيين في العراق السيد سجاد البعاج، يتفضل إلينا مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر بني هاشم والعقيلة الحوراء زينب ورحمة الله وبركاته. الأخوة القرآنيون المعزون من جميع محافظات العراق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي يا صاحب العصر والزمان، أنت المعزى بهذه الفاجعة الأليمة، وها هم القرآنيون قراء وحفاظا وأساتيذ وطلبة جاءوا من كافة أنحاء العراق ليقدموا العزاء والمواساة بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه سلام الله عليهم في فاجعة الطف الأليمة التي ألمت قلوب أهل البيت وجميع المؤمنين، فهي حرارة لن تبرد أبدا. إن اتحاد القرآنيين في العراق اعتادوا للسنة السادسة على التوالي إقامة هذه المسيرة القرآنية الحسينية الكبرى التي تجمع جميع القرآنيين من مختلف محافظات العراق ليقدموا هذا العزاء وبحضورهم المتميز، فجزاهم الله خيراً على هذا الحضور وهذا التواجد. كما نثمن جهودهم من خلال مؤسساتهم وما يقدمون من عطاء قرآني كبير، حيث إن اتحاد القرآنيين في العراق اتحاد مستقل ولا ينتمي لأي جهة، فهو يمثل العمل القرآني التطوعي في العراق من خلال مؤسساته وأفراده الذين يقدمون العطاء الكبير، فهم يجاهدون من قوت عوائلهم من أجل استمرار والحفاظ على ديمومة العمل القرآني من خلال مؤسساتهم، وهم يعلمون الأجيال ليكونوا نصرة لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما نثمن جهود الأخوة في العتبة الحسينية المقدسة على موافقتهم ودخولنا في هذا الصحن المطهر، وكذلك أيضاً لا ننسى الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة وبالتحديد المجمع العلمي للقرآن الكريم لاستضافتهم للوفود القرآنية وللعام الثالث على التوالي،
فجزاهم الله خير جزاء المحسنين. كذلك أيضا شكرنا وتقديرنا لقسم الإعلام في العتبة العباسية ومركز الكفيل للإنتاج الفني على حضورهم وتوثيقهم لفعاليات هذه المسيرة القرآنية، وكذلك أيضا قناة القرآن الكريم ضمن مجموعة قنوات كربلاء الفضائية. كما نشكر الأخوة المشاركين في هذه المسيرة، لا سيما الذين يشاركون في الفعاليات من قارئ القرآن الأستاذ علاء الصادقي والأخ مرتضى السعيدي وخادم الثقلين الملا عمار الكناني، فجزاهم الله خيرا على هذا المجهود وهذا العطاء وهذا الحضور. شكرا لكم، لكن هذا الشكر ليس يثمن جهودكم وحضوركم. على الرغم من حرارة الجو أتيتم إلى من محافظاتكم صوب كربلاء، هذه الجهود تثمنها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فأنتم أتيتم لمواساتها بمصابي ابنها الإمام الحسين. هنيئا لكم يا حملة القرآن، هنيئا لكم يا خدام الحسين، هنيئا لكم يا خدام العترة الطائرة. وآخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشكر جزيله الامتنان وفيره لجناب السيد سجاد البعاج رئيس اتحاد القرآنيين في العراق، والشكر موصول لقسم دار القرآن الكريم في الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ممثلة برئيسها وكوادرها، ونخص الحاج الوزني الحاج رسول الوزني جزاه الله ألف خير عن القرآنيين العراقيين لما يبذله من جهود قيمة في تيسير حركة هذه المسيرة المباركة. دعونا نحيي بعضنا البعض، نحيي مولانا أبي عبد الله أبا عبد الله، ونحييكم جميعا بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. سننطلق على بركة الله تعالى بفقرة التكريم، ومن بعدها يرتقي المنبر بيننا الملا خادم الثقلين الطاهرين الحاج عمار الكناني. التكريم بدءا لقسم دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة، يتفضل بيننا مكرمة الحاج رسول الوزني، يكرمه بيننا رئيس الاتحاد السيد سجاد البعاج، حيهما بالصلاة على محمد وآل محمد. وافر الشكر والامتنان للحاج رسول الوزني على طيب جهوده القيمة. الشكر والتقدير لطيب الاستضافة التي قدمتها العتبة العباسية المقدسة، وكأنها تمثل عطاء أبي الفضل العباس عليه السلام وهو يرحب بضيوف أخيه أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يتفضل إلينا ممثل المجمع العلمي للقرآن الكريم في الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة خادم الإمام العباس أبو معصومة، حيه بالصلاة على محمد وآل محمد. وافر الشكر والامتنان إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على طيب استضافتها لهذه الوفود، والشكر للأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على طيب هذه الرعاية والاستقبال الكريم. خادم الثقلين الطاهرين الحاج الملا عمار الكناني، حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. ريثما يصل التكريم لقناة القرآن الكريم ضمن مجموعة قنوات كربلاء الفضائية، حيهم بالصلاة على محمد وآل محمد. سيدي يا أبا عبد الله، هذه العطاشة تحف بقبرك، كلنا عطاشة فرونا، اسقنا يا أبا عبد الله
بحق أخيك، بحق أخيك السقاء. يا سيدي خذ منا هتافات العهد، لبيك يا حسين. نرحب بقدوم خادم الثقلين الطاهرين الملا عمار الكناني مكرما بيننا ورادودا في هذه اللحظات الجليلة من عمر المسيرة القرآنية السادسة التي يقيمها اتحاد القرآنيين في العراق. بارك الله بحضوركم أيها القرآنيون من أي مكان قد وفدتم إلى هذه الرحاب المباركة. وإحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، ارفع صوتك، إحنا غير حسين. حسين حسين، ارفع يدك وياي، حسين. اترك لي موبايلك فدوى اروح لك، ابو سيدك اترك لنا قالك، نحن في حرم القداسة، نحن في حرم الحسين، ابو سيدك ونقالك، عف لي موبايلك فدوى اروح لك، وخليك هالدقائق، عندنا نص ساعة وقت. الله يحفظ العتب ويحفظ القائمين ويحفظ كل القرآنيين، خلينا نستغلها ونستثمرها بأكثر الجروح والبكاء على الحسين سلام الله عليه. فلنغتنم هذه الفرصة بوضع النقال في الجيب وإغلاقه جزاكم الله خير، حتى كل القلوب تهفو لأبي عبد الله الحسين وترفع يدك وياي وتقول حسين حسين. غريب 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 بعد شبيل حسين عطشان نزلت دمعتك على الحسين، قلبك خشع لو بعدك عطشان بعد شبيل حسين عريان هذا الاسم اللي راح أقوله راح يوجع قلب الزهراء ويوجع قلبك مذبوح مذبوح. أكو اسم شالع قلب 14 معصوم، شالع قلب الحسين وشالع قلب العباس، تعرفه منو؟ زينب. أين الصارخون؟ زينب زينب آه ظهيرة العاشر من المحرم. تعرف انت وين قاعد هسه حاليا؟ تعرف مكانك؟
أنت وين؟ أنت أمام الجسد الطاهر، أنت 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 في مكان اللي سقط فيه الحسين مضمجا بدمائه، سقط الحسين ظهيرة العاشر، ووقف الزينب على ذلك التل، نادت يا ابن أمي يا حسين إن كنت حيا فأدركنا هذه الخيل هجمت علينا. قالت شلون نوم نايم خي شلون نوم، صرخة ودمعة بصحن الحسين بالعافية عليك، بويا شلون نوم نوم عريان ومسلي بهدوم، أويلا خويا وحر الشميس غير رسوم يا ابن امي، مويا وحر الشميس يلا ونه غير رسوم، مروا بهن على أجساد القتلى، هذه تنادي وأخاها، هذه تنادي وأباها، زينب على ظهر الناق تشتكي لأبي الفضل العباس، ماذا صنع الحادي بهم من قساوة، وهي على ظهر الناق نظرت إلى كفيلها وقالت مخاش حداي حادي الضعن مخاش حداي، شبي يا زينب؟ قالت كل ما ردت ماي كل ما ردت ماي جر الحبل كل ما ردت ماي، عذرا سيدي يا أبا عبد الله عذرا سيدي، جرأة من عندي أنا أحشاي الأبيات، الله يساعد قلب أمك فاطمة، أكو موقف أذى زينب، شلع قلب زينب، يلا تقدر تقرأ وياي. قالت كلهم يضحكون كلهم يضحكون جو الرمح كلهم يضحكون، انت عندك صوت تبكي، انت عندك صوت تصرخ، بس العلويات يوم 11 محرم زينب واخوات زينب ما عندهم صوت يحجن، اذا قال ان حسين يقتلونهن يضربونهن. قالت النساوين النساوين جيب لي سكت للنساوين، مويا ولا صحن حسين يطقون إلا صالح. قالت بذيك الخرابة بذيك الخرابة ما مش غطى بذيك الخرابة، يلا قرأ وياي. قالت وعالتراب عالتراب نامت رقية، قالت ما شايف أحبال إيدي أنا أعمى وما شايف أحبال، أخ يا رقي يا بويا بلا رحام يضرب الجمال، يلا هذا الموقف حضر صرختك حضر دمعتك حتى نقوم نلطم. شنو أشد موقف مر عليك يا زينب في كربلاء؟ روحي لك الفدا. قالت كل المصائب في كفة وهذه المصيبة في كفة، يا مصيبة يا مصيبة يا زينب، يلا حضر دمعتك حضر صرختك. قالت المصيبة عندما نادى اللعين أن أدفنوا قتلانا وترك جسم الحسين عاري على رمضاء كربلاء، أين المنادي وحسين أين المنادي وغريبا من هجمة خيول العيد والحدود لي مخيم دينات
أويلا إلهي بسيد الشهداء بأبي عبد الله الحسين بهذه الدموع اللي نزلت في حرم القداسة في حرم أبي عبد الله الحسين. لا تحرمنا من الحسين يا الله، لا تحرمنا من خدمة الحسين يا الله، لا تحرمنا من زيارة الحسين يا الله. إخواني خدمة الحسين قرآنيين زوار الحسين، أقف على حيلك بمكانك بارك الله به وقول وياي، ارفع ايدك وقول اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. بدو صوتك اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل. قال مولانا الرضا وروى ابن شبي، قال مولانا الرضا وروى ابن شبي، إن جدي الحسين مات عطشانا غريب، إن جدي الحسين مات عطشانا غريب، تركوه في العرى، تركوه في العرى، دمي الجسم سليم، تركوه في العرى دامي الجسم سليم، الله إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كربلاء، إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كربلاء، إن يوم الحسين أقرح جفوننا أسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كربلاء، اللهم اللهم عجل. اللهم عجل. عق موبايلك فدوة، أروح لك فدوة، نزل لي موبايلك عمو حبيب، الطم بلا كلام بارك الله بيك، جزاك الله خير جزاء المحسنين، فدوة لإيدك بلا كلام بارك الله بيك، بلا كلام فدوة أروح لك يا حبيب يا عد. يشغلني خدمتك لحد ما موت، اشغلني بخدمتك لحد ما موت، حرامي بغيرك اشغل روحي ساعات، حرامي بغيرك اشغل روحي ساعات، اصفين بيك ريدك
اترك الناس شاغر يحيي بيقضيها صفنات شاغر حسين 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 ايدك ايدك حسين 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 انت الرادود حسين خدمتك لحد ما اموت حرامي بغيرك اشغل روحي ساعات الله عليك اصفن بكل بيت اقرا لك اياها وانت بصحن الحسين حرامي بغيرك اشغل روحي ساعات أصفين بيك ريداً واترك الناس شاغر يحب يقضيها صفنا أبا عبد الله شاغر اي اريد اللي علاقه بمجلسك دوم وخلي تروح كل باقي العلاقات وخلي تروح كل باقي يعرف الذوق يشوف الدنيا من دونك تفاهات يشوف الدنيا من دونك أريد إحساس أخرس يا ما ذكره وسولف عن غرامه بلايك المات حسين 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 عندك جواب بعد حسين مثل ميت أريد بإيد غسال أريد وياك ما حسين طالب السماوي شعرها ابويا مثل ميت ايش مريدك اللي فوق فوق راسك سالم راسك بدون مثل ميت اريد بايد غسال اريد وياك ما عندي اختيارات
بزود أنا بزودك أخدم ما إلي زود ولو تبقى ورايا يقضيها عثرات ولو تبقى ورايا يقضيها عثرات. انتم الروادي شما أكبر شما أكبر أريد إحساس الأطفال شما أكبر أريد إحساس الأطفال الأول مرة من دخلا وعزار شما أكبر أريد بخدمتك أصليت 90 أريد بخدمتك أصليت 90 ويسألوني وأقيلهم بالبدايات ويسألوني وأقيلهم لازلت أحبو آي إش ما أكبر خادم إش ما أكبر أريد إحساس الأطفال إش ما أكبر أريد إحساس الأطفال الأول مرة من دخلا وعزات الأول مرة من دخلا مولاي أريد بخدمتك أصلي 90 ويسألوني وأقيلهم بالبدايات ويسألوني وأقيلهم بالبدايات مولاي عرفني اطلب من الحسين قل له عرفني أعلى واد يحكي بس بيك عرو الله يرحم سيد جاسم يسمعنا هو حي يرزق روحه تسمعنا يقول اللي عنده شغل ويا الحسين هذا صاحبي واللي ما عنده شغل ويا الحسين هو بصفحة وأنا بصفحة فأنت أطلب من الحسين قل له هالليلة يعرفني أعلى وادمتي يحكي بس بيك وبس ويمنبرك عيدها ارتباطات وبس ويمنبرك عيدها ارتباطات أنا وياك حسين 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 حجوا نوما حجوا عن دم عليك ما عندي وقت للانتقادات اللي يطعن خلي يطعن هاي
هذا معروف المشى بدربك يشوف هواي الطعنات المشى بدربك يشوف بيت القصيد اي اهتم بمن اهتم انت لي حسين اهتم بمن اهتم انت لي حسين قلت استاهل جميع الاهتمامات قلت استاهل وقت ما عدنا اعتذر والله مقيد انا منطي نص ساعه وعندي ثلاث قصايد اذا اعيد بعد ما الحق بدو اروح لكم اهتم بمن اهتم انت لي حسين قولها اهتم بمن اهتم انت لي حسين قلت جميع الاهتمام يلا ابويا حسين حسين قالت لميت لميت وكأني بلسان حال مولاة العقيلة زينب فكرك يا أمي فدوى أروح لك قالت لميت لميت أمس المسا وأنا أصبر أمس المسا وانا أصبر لميت لميت وبنات ميت ودنت خويا لميت 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 قالت طلعت بليل ابن أمي ويا خويا طلعت بلي ابن امي يا ابن امي لميت لميت بعبات وشم اثر دخان بي خويا حسين 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 بعبات وشم اثر دخايا الله الله دخان بي قالت لمح جار مثل لمح البصر وقت لمح لمح جار لمح جار أنا الما يوم من طولي يا لد خويا طول الجان ما ينشاف شافو أنا الما يوم من طولي لمحجار لمحجار خويا كل الشام لاقاني لمحجار لمحجار شريد اشقف وانا حبال بدي يا شريد اشقف وانا حبالي عافيه وانا قالت هالبيت هذا قالت لا حكي الحور اريد احكي ويا روحي لا حكي لا حكي الحور اريد احكي ويا روحي لا حكي
لا حكي الحر وصحت لا قام عابس لا حكي لا حكي الحور انا تنشدني يا زينب لا حكي لا حكي الحار وانا محمد اخوي اشتبه بي خويا قالت انا مشيت بدروب الكبيره وديره قامت الذبن على دير على ديره اخت عباس جابوها حسين حسين الهي بحق سيد الشهداء انا اعتذر من الاعاده عندي بعد وقت ربع ساعه اصور او اكثر عاد كيف حج مازن في خدمتكم يا حبيبي في خدمتكم واسال الله سبحانه وتعالى هذه السنه وفقنا الله لحج بيته الحرام ولن ننساكم بالدعاء وعن الباقر عليه السلام قال خلي فكرك يمي مهمه جدا هاي قال الحجاج ثلاثه اصناف صنف من تعتق رقبته من النار وصنف من يخرج من ذنوبه كما ولدته امه وصنف يحفظ في أهله وماله وولده وذلك أضعف الأصناف نحن اليوم نحج عند الحسين ونحج في مجلس الحسين لا نخرج من ضريح الحسين إلا بذنب مغفور وعتق رقابنا من النار يا الله إلهي نقسم عليك بعظمة الحسين اعتق رقابنا من النار يا الله وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وإن شاء الله ما تطلع من هالمكان إلا بذنب مغفور وحاجة مقضية وأهم هذه الحاجة من ترفع إيدك في صحن الحسين وتقول اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل عجل كلكم قرآنين وكلكم حفاظ وإن شاء الله تحفظ المستهل واستعدني بالجواب يساعدك الحسين دنيا وآخرة شيخ العشائر والعرب مات أبا عبد الله أنت شيخ الدنيا كلها سيدي اقطع لي الكلام بارك الله بيك اللي قدامي أرجو هدوءكم بلا زحمة عليكم شيخ العشائر والعرب مات والحضرته ملاك السماوات شيخ العشائر والعرب مات والحضرته ملاك السماوات ظل بكربلة ما حد غسله ظل بكربلة ما حد غسله وانشتفه وهله مات مات يا أبا عبد الله تحفظ من المستهل مرتين تسمعني والثالثة أني أسمع منك لا تحكي وياي أروح لك فدوة أسمع منكم صلوات بي على أصواتكم شيخ العشائر والعرب مات والحضر تملاك السماوات شيخ العشائر والعرب مات والحضر تملاك السماوات ظل بكربلة ما حد غسله وين كتفه وهله مات ظل بكربله ما حد غسله
وين جيت فوهلة ما شيخ العشائر والعرب ما والحضر تملاك السماوات وين الحفاظ شيخ العشائر والعرب عفية ظل بكربلة ظل بكربلة ما هلا عفية اي ظل وين جيت فوهلة ما هسه ترفع ايدك وياي للحسين فدوى الايدك الشيخ العشاير والعرب ما والحضر تملاك والحضر تملاك السماء شيخ العشاير ما ظل بكربلة ظل بكربلة ما حسين ظل سلة وين جيت فوهلة ما اسمع مني شيخ العشاير والعرب مات والحضر تملاك السماء عفية عليك شيخ ايش مريدك مات ظل بكربلة كربلاء ما حسين فدوى ضال وين جيت فوهلة من يموت الشيخ تجمع هلا وانصار من يموت الشيخ تجمع هلا وانصار اتغسله ويتشفنه وتشيعه للقبور من داره والشيخ هاي الدنيا كلها ينظروا بحجاره حسين شيخ هاي الدنيا كلها ينظروا بحجارة وتسحق الخالي على صدره مدري بيش كم غارة المفروض عالهامات ينشال ما يبقى عاري فوق الرمال بفياي وبرد يتوارى بالحد ويغطي ورد ما ارفع ايدك شيخ العشائر والعرب شيخ العشائر والعرب ما والحضر تملاك السماوات والحضر تملاك السماء شيخ العشائر قادم ظل بكربلة ظل بكربلة ما حسين ظل بكربلة وين جيت فوهلة شاعرها الموفق الأستاذ علي الإبراهيمي
شيخ تفزع للعشاير كون يسمع كلمة، الشيخ تفزع للعشاير كون يسمع كلمة، وهذا ابو السجاد مني الطعن ناشف دم، هذا ابو السجاد مني الطعن ناشف دم، مقطعي وحتى الهوى لو مار علي هيلجمة، مقطعي وحتى الهوى لو مار علي هيلجمة، وماكو واحد بحمية يعتني ويد، ماكو واحد بحمية يعتني ويلم يعتني، ما حد قابل ظل ميت ايام، ما من دفن بس شيخ الاسلام حسين، ما حد يظل ميت من ايام، ما من دفن بس شيخ الاسلام، عليه خيل هجمت شقد راحت وجت، عليه خيل هجمت شقد راحت وجت، تاليها صهلت ما يستعرف عليه، ما شيخ العشاير شيخ العشاير والعرب، تملاك السماء شيخ العشاير، عفية عليك عفية، والحضرته ظل بكربلاء ظل حسين حسين، ظل بكربلاء وين جيت فوهلا، اللي ينذبح وتظل حريمة بهيمة ما يسبوها، اللي ينذبح وتظل حريمة بهيمة ما يسبوها، ولا يحيرقون الخيم فوقها ويركضوها، لا يحيرقون الخيم فوقها ويركضوها، العرب عدهم شيم بالمعركة يطبقوها، العرب عدهم شيم بالمعركة يطبقوها، ليش شاهاي الشيم ويزين بتناسوها، ليش شاهاي الشيم ويزين بت ما جنها بنت الداحي بيبان، يوم بخرابة ويوم ديوان، بدروب الخطر راحت يا دهر، كافلها القمر مات، فدوى الإديك شيخ العشاير شيخ العشاير والعرب، والحضرته شيخ العشاير، بيت واحد بعد حتى ننزل فدوى، يا حسين ظل بكربلاء حسين، وين جيت فوهلا، ما خذا وثار لهسه حسين يا خد
أخذ وثار لها سحسين يا خدام، والإمام المنتظر للسيد قعلها، والإمام المنتظر حالة ويحدى قلبه يبرد من اللي هي بخيامه، إلا طف ثاني يسوي للشمر وزلامه، للشمر بصدر الخيول الغارة ندوس، فوق الرماح علقر روح يا فرج الله، صدر الخيول الغارة ندوس، فوق الرماح علقر روس، ثارات الخيم ما يكفيها دم، كل شي ما سلم مات. أخير جواب شيخ العشائر، شيخ العشائر تفوه الخادم لخدام الحسين. خلي أختم فدوة إن شاء الله، أبا عبد الله يفرح من نذكر أبو فاضل، وما ذكر العباس في مكان إلا وكان موجبا لحضور صاحب الزمان. اللهم عجل لوليك الفرج. يلا أبو نختم. يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل مدد، يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل مدد، أكيدك يا عوف لنقالك فدوة، أبوس نقالك مروتك عليك العباس عليك هذا الحسين، عوف لموبايلك فدوة، روح لك كرامة للحسين، عوف موبايلك فدوة، رجلك موبايلك عمو، كرامة للعباس كرامة للحسين فدوة لديك. يلا أبويا. يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو فاضل مدد، يلا يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل مدد، يا ابو فاضل يا ابو فاضل اسمعك، عندك صوت يلا يا كفيل ومعون، قول يا كفيل ومعون، اجيتك بدمعات عيني يا كفيل ومعون، جيت اصيحا يا ابو فاضل ويلي صيحون، الطم خادم لكم سجل اسمي ويلي لطمون، خادم كرامة للحسين عوف موبايلك، يا كفيل معون، اجيتك بدمعات عيني يا كفيل معون، اجيت صيحا يا ابو فاضل ويلي صيحون، يا كفيل معون خادم لكم سجل اسمي ويلي لطمون، خادم لكم سجل اسمي
الله 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 بيك بدي يا شمعة باع البسملة حز من العاشورك واحنا بأوله مولا يخذر روح وخلها بكربة اي مولا يخذر روح الله 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 بيك بدي يا شمعة باع البسملة حز من العاشورك واحنا بأوله مولا يقذر روح وخلها بكربلة مولا يقذر روح فدوى لإيديك يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل مدد عافية يا ابو فاضل الله يا كفيل ومعود جيتك بدمعات عيني يا كفيل ومعود جيت صيحا يا ابو فاضل ويلي صيحوا خادم لكم سجل اسمي ويا لي لطمون خادم لكم سجل يا كفيل جيتك بدمعات عيني يا كفيل معود ويا لي صيحون يا كفيل خادم لكم سجل اسمي ويا انزل انزل بيك بدي يا شمعة باع البسملة حز من العاشورة واحنا بأولة مولا يخذر روح وخلها بكرب مولا يخذر روح الله 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 بيك بدي يا شمعة باع البسملة حز من العاشورة واحنا بأولة مولا يقذر روح وخلها بلا مولا يقذر روح يستاهل اثنين دقيقة للعباس يلا ابويا يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل مدى يا عزيز الروح يا عزيز اي انت بس انت الاقل لك يا عزيز الروح يا عزيز يا كفيل الدمعة والحب للي يريدينه حزام للخدمة اريدك وابكي للمذبوح حزام للخدمة أريدك وابكي للمذبوح يا عزيز الروح قول اي انت بس انت الأقل لك يا عزيز الروح يا عزيز يا كفيل الدمعة والحب للي يريدينه اي حزام للخدمة اريدك وابكي للمذبوح حزام للخدمة اري وابكي للمذبوح ما امد ايدي لغيرك بس بيك اقتنيع من رب ادعي بجاهك يرزقني الدميع دعوة الما بيها اسمك ما ظن تنسمع دعوة الما بيها اسمك يلا حيهم حيهم ما أمد إيدي لغيرك بس بيك اقتنيع من رب ادعي بجاهك يرزقني الدميع دعوة الما بيها اسمك ما ظن تنسمع يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل مدد بيت الدعاء يلا شباب يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل بعد يا ابو فاضل لا تتعب عفية عليك مقضية حاجتك بالعباس ان شاء الله بأبي الفضل العباس
يلا يلا يا قمر عدنان يا قمر سيد وما عند غيرك يا قمر عدنان انت عطشان وتبكي الناس على العطشان رخص دموع الغرب تحت تصير انسان رخص دموع الغرب حتى صير إنسان يا قمر عدنان سيد وما عند غيرك يا قمر عدنان انت عطشان وتبكي الناس على العطشان رخص دموع الغرب حتى صير إنسان رخص دموع الغرب حتى صير نساء مسجونك خلينه سجان الحزن بالخدمة يصير أحلى من الجنة السجن تدرين بلا دمعة حي راح ندفن تدرين بلا دمعة حي راح ندفن مسجونك خلينه سجان الحزن بالخدمة يصير أحلى من الجنة السجن تدرين بلا دمعة حي راح اندفن يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل مدن يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل اي يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل مدن قادم يا ابو فاضل يا ابو فاضل يلا حسين مولاي 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 حسين مولا مولا حسين مولاي حسين مولاي حسين مولا مولا حسين مولاي حسين مولا استريح بعد قلبه استريح عفنا قالك عمي الطم يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو لا حد يوقف فدوا روح لكم اقعد سيدنا استريحوا مولاي اقعد فاضل يا ابو فاضل اقعد حبيبي يا ابو فاضل 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 مولاي يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل مولاي يا ابو فاضل يا ابو فاضل علي الاكبر 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 مولاي علي الاكبر علي الأكبر علي الأكبر مولا علي الأكبر أريد ترفع يدك للكريم الحسن مولاي حسن مولاي حسن مولاي مولاي الحسن مولاي حسن مولاي حسن مولاي حسن مولاي حسن مولاي حسن مولاي حسن مولا مولا حسن مولاي حسن مولاي حسن مولا مولا حسن مولاي حسن مولاي يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب اجع يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب
يا زينب زينب يا زينب يا زينب يا زينب زينب يا زينب. ارفع يديك إلى الذي ننتظره، إلى الذي يشفي جراح الزهراء عليها السلام. يا أبو صالح 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 مولاي يا أبو صالح يا أبو صالح يا أبو صالح مولاي يا أبو صالح يا أبو صالح حسين حسين رجع رجع حسين أحبك أقل كل الناس المهم اسمي أحب حسين زغيرة الدمعة من تطيح بس هي بغلات العين ما عدنا عمر للحب ومحدد سنة وسنتين وهب عمر بمحبتك يوم وحسبت بأول السبعين حسبت بأول السبعين حسين الحسين يقول طرق حبك صحيح هواي بس بالدمعة تتوحد طرق حبك صحيح هواي بس بالدمعة يتوحد لأن حبك يا أبو الأكبر جماله وي عذابا شد جماله وي قلدت الخدم بالثوب وياهم رجاء انعت هو القلب ما ملجوم ما يلبس عليك سواد ما يلبس عليك سواد حسين حسين طلع صوتك عندي بيتين
وطلباتكم هواي على راسي، والوقت داهمني، واعتذر من الاخوه الاعزاء في العتبه، اعتذر من حج الوزني. يلا ابو يرفع ايدك قول مجنونه حسين، انا افتخر سموني مجنونك. اقعد عقلك تمل بجنوني مجنونك، شلتك رسم بعيوني مجنونك. انت الرادود قول وياي مجنونك، انا افتخر سموني عافية، عقلك تمل بجنوني مجنونك، شلتك رسم بعيوني. الله جننتني محبتك، ليلة روح القبتك مشتاقة. الله الله قلبي عاشق نينوى، وامشي ويا اهل الهوى العشاقة. والدمع شاهد صدق ما يكذب بالعشق واشواقه. الله الله انا مجنون وعاقل، عندي ما خلى الحبل والناقه. يلا قر عيني خليني مولاي اسيرك، قر عيني واغنيني عنها وغيرك. شلتك رسم بعيوني. اخير مقطع واختم خادم لكم، تؤمر يا خيمات باكر ليش تحترقن يا خيمات، انا الوحد وعندي تيمات. الله باكر ولا يبقى دقه وحده اي فين الغروب وحيده، باكر وراه يشقد ركوب للمشرعة البعيدة. ألزم طفل يعثر طفل صوت التوى على ايده، احمي برقى يمن الجمهور خلي يطيل. يا الاخوان باكر عازه عازتكم يا الاخوان، وانتم روس ما عدكم يا وليان. اوقف لي على رجليك خل ندعو نختم ان شاء الله. الله يحفظكم، بارك الله فيكم، ما قصرتوا، كلكم ادعي لكم، كلكم ادعي لكم. وانا على منبر الحسين اتوجه للامام الحسين وقل له يا ابا عبد الله، يا سيدنا ومولانا. والله الدعاء أهم من الموبايل، الدعاء بحرم الحسين أهم من التصوير. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. وجيها نكمل، خل اقرا، خل اكمل يا عيني، خذوا روحكم. ابو سيدك الهي بابي عبد الله الحسين، لا تحرمنا من الحسين يا الله، لا تحرمنا من زياره الحسين، لا تحرمنا من خدمه الحسين. شافي كل مريض يا الله، اقضي دين كل مدين، اقضي حاجة كل محتاج. المؤسسون لهذا العزاء القرآنيون واتحادهم والعتبة المطهرة الحسينية بكوادرها وخدامها ومنتسبيها، اللهم اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة يا الله. نختم بدعاء الحفظ لإمام زماننا بصوت واحد ونسألكم الدعاء، اللهم كن